ولا فارق هذاكم يشوفوا المحل اللي باش يدخل بكونتراتو يتفضل جي باش يقرا لهنا بكونتراتو شوفوا له حل مش يدخل مهاجر وجاي ما نعرفش شنيا وحاطك نصبه في ريانه وحاطك هذه تحيه تونس والله تونس بلادي يا مش نفاق وبرا هو هاو خلوا بلاد شباب اخويا نموتوا على بلادنا حتى انا باش نتغربوا باش نمشوا رانا باش نرجعوا لها خاطر فيها جدودنا وامياتنا مدفونه لهنا. شنو رايك في الصنعه في تونس؟ صنعة شنو؟ صنعة يد حلاقة ما نعرفش أنا أي حاجة الصنعة إيه صنعة يد مش صنعة يد العبيد مثلا باش تعلم صنعة وباش تبقى تلعب ونهار الكل هاي ويتكيفوا في الدخان ونهار الكل تمشي تلقاهم في التكوين لمين بعضهم كي نفس المدرسة كي نفس الليسي كي نفس الليسي بيلوت ولا لا وعلى في الباك راك باش تلقاهم تفهم فيها تلقاهم كالعادة راك شين دخان وكلام زايد وتبش تلقاهم مقطع ويمشي حتى اللي سابش يتعلم صنعة مش باش يمشي حاط في باله الصنعة حاط في باله حاجات اخرين وانتم ما تعرفوها مثلا فهمت الشباب تو وقت تشوف تجي تقول له هكا امشي هكا يقول لك ايه ماما انا تحافظ بابا ايه انا تحافظ في صنعة هو تلقاه يمشي من 9 متاع الصباح يروح لها الاربعة متاع العشية والخمسة متاع العشية تلقاه يتهومل او هبط سيدي بوسعيد او هبط المرسى او هبط تكا او جا فك التركينة من هنا او عمل لك وانت تفهمني مثلا باش نحكي ننصح اي واحد سايب عليه انا عندي زوز صنعات عندي تورنير وعندي بلومبير والحمد لله معناها كل مره هاكا عيط لي شكون نمشي نلقى شويه ديفو في الدار هكا تهو الحقيقه هذيك هاي المشكله ترى مستقبلك في تونس بالصنعه نتاعك هذي عاد شبيه تمشي فيها خير تبدا عندك دبلومك وصنعتك وتبدا ديتها بالصنعه هذيك العباد الكل تبدا تدلل عليك مش انت تدلل على العبيد صنعت لي ديال هذيك وين تمشي تولي تياس سلطان مش هو تستناك باش يعمل عليك مزيه هو يولي يخرق بيك يجا يا فلان يجا صلح لي يجا بجهرب ويجا كذا تلقاه سبيلها تستعملها ضربه سكوتش هكا اي حاجه الحام اي موضوع من الحاس مكتار كولومبيا وجونا به على الاقل شيء 40000 50000 هذه درج من زمان تفهم فيها وبرشا حاجات برشا صرا ميكانسيان تور تورنير نجارة الالمنيوم نجارة اكتريسيان برشا حاجات برشا الحلاقة كما قلت لي انت ها فما شباب كيفك كي يلقاو عندهم صنعة يخموا ويخرجوا لبرا انت تخمم تخرج لبرا ولا والله ما نكذبش عليك اختي نخمم ان شاء الله علاش ليه كنت في بالي باش نخرج مش بامور قانونية على البحر من بعد فاميلتي واهلي ومعناها والكل نقول الفاميليا قال لي تعلم صنعة سايب عليك من الحكايات هذه وراك تشدوك غادي وحتى العباد نصحوني معناها اللي عايشوا البر شدوك غادي وتتمرمد وكذا وعندي معناها اصحابي غادي يكلموا فيا وطلعت الحكايه بالرسمي يمشي يتهوم الغادي يلبس شويه تيان ويحط حجامه هكا لهنا يعمل ضربتين ولبسه لاكوست هاو بزنس قاوريه ولا قاور يدبرش منه راسه ويشد ميلان وهاو صور لك على ميلان وهاو صور لك على برج ايفل وهاو كل نهار يقول لك هاني في ايطاليا وهاني كذا حس من خزر له يحل ورس ميمتي متمرمدين اكثر من هنا في تونس قال لي تمشي يجيك كونترات وتبدا بكونترات بوراق تخرج امور قانونيه تمشي تلقاك في شومبر وين دبيت وين تاكل وين تشرب تبدا حام دوله معناها ما تخم في حد شيء خير ماك الميزيريا وتعيش البرة يا وقت الجو هذاك قول انت شد مشومك لا يجيك ما اشوى ما يعطيك الصحه اختي انا برج ولي البت وسمعت كلام الدار ورضيت الوالدين هي الكل برج ولي مش حتى وحتى اصحابي وحتى واحد يبدا حابلي الخير واكبر مني ونسمع منه كلمه وتطلع حتى هذيك نسمع فيها وطلعت صحيحه معناها الميساج هذاك واللي ديما نلبس نخاف على روحي هيك هاو خاطر الغربة صاحبي ما نعرفش يعني الغربة راهي مشي معناها اجا الغربة تو تعيش وتو تجي جوك باهي يا عباد تكلم فيا ورسم يمكن 3 سنين انا في طار هادي يكلموا فيا قال لي لا نخدم لا شيء كل فلاحة يمشي يخدم 50 يورو 40 يورو يمشي يصرف بها بكو دخان قهوة دبوزة ما عاد حد شيء كان خليت فضلش كل 10 يورو 15 يورو مش باش يعمل بها 15 يورو انا خلطت يبدا شادين في المترو ولا في المحطه نقولوا نحن محطه ستاسيون شادين حاكم على التيكيات نقولوا نحن خاطر سياك لهم الفقر وعرفوا كل شيء معناها الاوروب بصفه عام يجي يقول لك هات التيكيه نتاعك ما خصيتش التيكيه ترسلك في برشا مشاكل هاو على الوراق
تسك تتوقف تمشي محكمة، ومن بعد المحكمة هذيك يقرر انه يعطيك 6 ايام يسيبك الدور لهنا تشوف حل، ما شفتش حل بعد 6 ايام اخرج من ايطاليا ولا فرنسا ولا اي بلاد، ولا ما كانش يخليك يسيب يقول لك برا دبر حالك شوف وين تمشي تمشي، ولا يروح بك اكسبيرس. شنية نصيحتك انت للشباب؟ نصحوهم الدولة وامهم وبيهم واخواتهم بس ننصحهم ولا بالرسمة فايتي اخي بعد نجي ننصح وبعد يقول لك اكس ان شاء الله ربي يهدينا، مش نحكي الشباب الكل ربي يهدينا خاطر انا تعادت علي اللحظة ذيك، وان شاء الله الناس الكل ترجع لبيس وان شاء الله ربي يهدينا وهذيك هاي شو نقول لك، وزاد ان شاء الله زاد كلا فارق هذاكم يشوفوا المحل اللي باش يدخل بكونتراتو يتفضل يجيب الشقه لهنا بكونتراتو يشوفوا له حل، مش يدخل مهاجر وجاي ما نعرفش شنيه وحاط لك نصبه في ريانة وحاط لك هذا وما نعرفش شنيه وكلام زايد، ليه يتفضل بكونتراتو مرحبا به وباش نوريك حاجه برشا هنايا تحيه تونس والله تونس بلادي يا مش نفاق وبرا هو او خلوا بلاد شباب اخويا نحن نموتوا على بلادنا، حتى انا باش نتغربوا باش نمشوا رانا باش نرجعوا لها خاطر فيها جدودنا وامياتنا مدفونه لهنا.